اللقاء يتجدد بكم في حديث العرب من باريس. العلاقة بين السياسي والديني، ما بقى من ابن تيمية هو البدع والخرافات وهذا النوع من الأشياء. إسلام موافق للقيم الفرنسية. Moi, ce que je dis aux musulmans de France, c'est ne vous laissez pas voler votre religion. تهمة موجهة لك. هذا ما كان يقوله رشد الغنوشي، هؤلاء هم أبنائي يذكرونني بشباب. الإسلام في فرنسا والمسلمون. Il y a effectivement des formes de rejet de l'islam confondu avec l'islamisme, confondu avec le terrorisme.